بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر عمر عبدين في اللغة الإنجليزية. الجرامر النهاردة هو أولا شغال لأولى تانية تالتة ثانوي، ما بيفرقش معاه، لأن زي ما أنتم عارفين إن المناهج النهاردة بقت أوبن مفتوحة كلها، مش موضوع أوبن بوك، لا هو الماتيريال نفسه مفتوح، ومن الأفضل ليك كطالب اشتغل على الماتيريال نفسه، المادة السبجكت، المادة نفسها مش كمادة علمية إنك أنت عايز توصل للفيلم ورك. هو من الأفضل ليك بالنسبة للغات عموما بصفة عامة إنك أنت تتعلمها كلغة، لأن هي هتفيدك بعدين في مجال حياتك العملية. موضوع النهارده حاجه كنا واخدينها قبل كده من بدري لايت، مش هناخد معاكم دقيقتين. اولهم الجمله لو بدات معاك بسبجكت فاعل وبعده كان عندك يوزد تو وبعدها لازم كنت بتجيب لي الفعل انفينيتيف، وكنت واخد انفينيتيف بمعنى الفعل في المصدر. بس خد بالك مع يوزد تو عشان تجيب لي الفعل في المصدر اهم حاجه هنا ما يكونش عندي فيرب تو بي، ولما تجيب السبجكت ويوزد تو والانفينيتيف يبقى بالتالي انا الجمله هنا معناها كنت متعود على فعل الشيء ولم افعله الان. يعني من الاخر كده بطلت اعمل الحاجه دي. يعني لما اجي اقول لك اي انا وادي ده السبجكت وبعده يوزد وادي تو، سوري القلم بس مش واضح، اي يوز تو بلاي وادي باقي الجمله ان ستريت، يبقى الجمله دي معناها انا كنت متعود العب في الشارع لكن حاليا لا. الاكسبريشن اللي قدامك بدل ما هو واخد شكل الماضي هنا في يوزد ممكن ابدا بسبجكت وبعده اكسبريشن تاني اسمه نو لونجر بلس، بس بدل الماضي ولكن هتخليها بريزنت سيمبل، مضارع بسيط بريزنت سيمبل. يبقى بالتالي الجمله هتبقى هي هو وادي هنا نو لونجر. خد بالك نو لونجر لازم تبقى كامله على بعضها، ما ينفعش تجيبها لي لونج ولا غيره ولا الونج، نو لونجر وبعدها ادي بلايز، هي نو لونجر بلايز. واخد بالك من الاس بتاعت البريزنت، الاس بتاعت المضارع، هو ايوه الفعل في شكل المضارع ولكن هنا في الترجمه هيديني معنى الماضي، هي نو لونجر بلايز ان ستريت. يبقى بالتالي هو نفس الشيء، هو كان بيلعب في الشارع ولكن بطلت العب في الشارع حاليا لانك انت خلاص كبرت. بالنسبه للنوتس ده هو دايما الطالب بيتلخبط فيه، ازاي بريزنت ومديهوني في شكل، هو ازاي الفعل في شكل بريزنت ولكن في الترجمه بتاعتك بيديك شكل الماضي. فالتركات الصغيره اللي زي كده هي اللي دايما بيعتمد عليها في اكسرسايز الامتحان بتاعتك، عشان كده انت بتقول لا ده الامتحان تقيل او الامتحان صعب، هو الامتحان عايز شغل تركات، عايز في طالب مفتح مخه شويه مش مأكتفها على شيء محدد، فحاول تتدرب على الاكسرسايز دي كتير. فبالتالي حاول تحل اكسرسايز تانية كتير، ولكن خليك عارف ان الاكسرسايز اللي انت بتحلها مش اي اكسرسايز وبس، الاكسرسايز لازم تبقى تقيلة شوية تلائم او تتناسب مع مستوى الاسئلة بتاعت الاكزام بتاعك في الامتحان، وتقدر انك انت لو عايز تتابع الويب سايت اللي بتنزل عليه الاكسرسايز وبتنزل عليه كل حاجة من خلال اللينك اللي هيظهر قدامك على الشاشة دلوقتي، او لو عايز تتابع على واتساب او ايا كان الرقم او التليفون هيظهر قدامك واللينك هيظهر قدامك، او من خلال جريدة الوفد نفسها.